تجديد من برنامج بتعرف كيف. اليوم رح نعرفكم على كيفية صناعة الذهب حتى يكون عندنا بهذا الشكل مع صاحب مشغل لصياغة الذهب سيد يوسف. أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية يوسف. يعيش، احنا شاكرين لك اليوم لأنك سمحت لنا نكون موجودين معك، وبعرف قديش أنت بتكون مشغول، ولكن حابين نعرف طبعا هذه الأسوار هي من شغلكم، فحتى نوصل لهذا الشكل كيف بنبلش من نقطة الصفر بصناعة الذهب؟ أنا متشكركم كثير حتى أنكم أعطيتونا هالمجال هذا حتى نعرف الناس على صناعة الذهب. صناعة الذهب بفلسطين كانت من سنة 2000، تقدر تقولي أنه هي صناعة بدائية أو بداية الطريق لهاي الصناعة. من 2000 لحد هاي الوقت تطورت كتير كتير لحتى أنه صار في تصميم للموديلات، صار في أيدي عاملة ممتازة بتشتغل بهذا المجال، كماكينات وكصناعة كمصانع كمشاغل تطورت كتير، وهذا طبعا بفضل الاستقرار اللي احنا شوي الحمد لله ننعم فيه. ف يعني احنا بنحكي على شغل من ضاهي في التركي. نعم، يعني في كثير ناس ممكن ما بيعرفوا كيف بيتم صناعه الذهب او كيف بتكون، هل هي مستورده هل هي محليه، فقديش اذا انت ذكرت انه فعلا انه في تطور عندنا هون بمشاغل الذهب، بمعنى قديش بتكون نسبه الشيء المحلي الموجود عندنا بالسوق مقارنه بالذهب المستورد؟ شوفي الموجود هلا الشغل المحلي بضاهي بنسبة 100% المستورد، يعني ممكن انك انت تمسكي قطعتين ما بتعرفي هاي محلي او مستورد. هذا برجع للتقنية العالية الموجودة، برجع لانه المشاغل والمصانع عم بيهتموا بالفينش اكثر من قبل بكتير، عم بيحضروا معارض وبيطلعوا على معارض بيجيبوا احدث الماكينات، فهذه هي كلياتها بتعطي المهنة تقدر تقولي انه للمستقبل تتميز. احسن تتميز فيها اكثر. تمام، الشغل بالذهب للي ما بيعرف بيكون ممكن عده انواع، يعني حسب ما فهمنا منك في بدايه او ما قبل ما نصور معك بالحلقه حتى احنا نعرف نتعرف على طريقه صنع الذهب. ذكرت لنا انه في ثلاث انواع، فاذا بتحكي لنا اكثر كيف هاي الانواع وكيف انتم او اي نوع انتم كمان هون كمشغل بتهتموا. صحيح، هلا بالنسبه لصناعه الذهب هي يعني بتمتاز انها ثلاث انواع، هي السكب الصب احنا بنقول له، او السحب عن طريق السحب الماكينات كسبايك، والبلص اللي هو الضرب على الذهب، بمعنى انه قوالب حديد بنحط فيها سبيكه مرقوقه وبتعطي الشكل بنفس الوقت. تمام، هاي اللي اسمها البلص. وفي عنا السحب اللي بمعنى انه بتعمل الاساور، ممكن بالضبط اللي هي كل الناس بيعرفوها الاساور السحب. والصب اللي هو بعطي الاشكال الكتير زي ما بقولوها اللي لا يمكن انه السحب او البلص انه يعملها. تمام، احنا بنحكي اذا على السكب وهو النوع اللي اليوم رح نركز عليه وعلى صناعته، كيف بيتم سكب الذهب في قوالب عديده وكثيره. اليوم احنا شايفين انه عندنا كثير من المراحل، في ماكينه، في عندنا قوالب متعدده، حابين نشرح لنا عنها اكثر. صحيح، هلا كبدايه احنا بنبلش من التصميم. يعني انا لما بدي موديل، اذا ما بدي اياه من المعارض او شيء يكون جاهز، ممكن اني اعمله على يعني ارسمه، وبعديها بنعمل 3D برينتر في تركيا او في اي محل تاني ممكن اني انا اختاره حسب الشغل، وهنا بجهزوا لي اياه على قوالب زي هيك، قوالب سيليكون. هاي قوالب سيليكون بالضبط. تمام، زي هيك. يعني هاي الامور اللي موجوده هون جوا القوالب اللي هي الاشكال اللي بتتعلق مثلا بخواتم، باي شيء ثاني له علاقه بالاساور، ولكن هاي هي من تصميمك انت الخاص كلها؟ مش كلها. يعني مثلا زي هاي انا من تصميمي، هاي من تصميمي، في موديلات كتير في دبل من تصميمي،
هذا كلياته بعطيه رسم مبدئي، بعطيه الشكل النهائي، وهن بيعملوه على الكمبيوتر وبيعملوه على 3D برينتر وبنفذوا لي اياه قوالب. تمام، بعد القوالب ايش بصير عندي؟ هلا بعد القوالب بيجي دور ماكينه الشمع. هاي طبعا متطوره جدا. البدائيه كانت تمتاز انه ما بتعطي ضغط الايد صح. هاي الميزه فيها انه بتشتغل على سماكه واطيه كتير وبتعطي نفس الوزن. نفس الوزن لاي شيء، لانه ما في اي ايد تتدخل في شغلها، فقط شغل لحاله ماكينات. وهذا الشغل القديم انتم لساتكم مستمرين فيه؟ مستمرين فيها لشغلات، كيف اقول لك، لقوالب قديمه. تمام، لموديلات قديمه. اذا اكثر شيء ممكن تستخدموا هاي الماكينه كيف بنحط فيها؟ اذا بتفرجينا. اوكي، يعني خلينا نشوف شكل ممكن موجود عندك بالنهايه. تدخل لها بيانات معينة؟ صحيح. قديش لك بتستخدم هاي الماكينة؟ كم سنة؟ هاي الماكينة جديدة، هاي من 3 سنين بس. فقط؟ بس يعني قبل هيك كنت تشتغل؟ كنا نشتغل على هاي. طبعا هاي الماكينة نستخدمها لأنه ماكينة الصب جديدة ماشي على نظام معين، تتطلب أنه نستخدم هاي الماكينة. برضو حلو التطور بهاي الأشياء، ممكن بتريحكم كمان كتير كتير. يعني ما في مجال إنه كيف أقول لك إنه نتأخر بالشغل بالإنتاج. يعني ممكن الماكينة القديمة اللي بيشتغل عليها يطلع 10-15 قطعة بالنهار. ليش؟ لأنه الخراب أبطأ. تبع أبطأ، والخراب تبع القطعة أسرع. هاي بتعطي 100 قطعة بالنهار. تمام، هذا الشيء لانه هي ماشي على نظام معين ما بتخلفه بالمره. اذا بدنا نعرف ايش البيانات ممكن انت تدخلها هلا، البيانات اللي بدي ادخلها هي ممكن ضغط الشمع اللي بده يخرج من الماكينه، ضغط الصحن اللي بده يضغط على القالب، ومده الضغط. تمام، الشمع ايش نوعه؟ الشمع خاص خاص. الشمع خاص، ولازم يكون لون ازرق ولا ممكن هو لا حسب الوان حسب القساوه اللي بدنا اياها. ممكن يكون الشمع حسب الفصل، يعني مثلا بالصيف متطلب انه يكون شويه قاسي لانه الطقس شوب. شوب بالضبط. هلا بالبرد بتطلب انه يكون شويه مرق حتى لانه ما ينشف بسرعه. تمام، عرفتي كيف؟ فعشان هيك انا بدي ادخل لك البيانات تبعتها. بكون ساخن هيك خلص، بكون جاهز انه ينحط على الشجر. تمام، بهيك احنا اذا عملنا الشكل اللي راح يكون في صب الذهب، ولكن هاي راح ياخذ كثير مراحل. يعني بعد هاي المرحله اذا بتحكي لنا ايش راح يكون بعد هاي المرحله؟ بنرفعه على احنا بنسميها شجره. لانه بكون نعم. بكون على شكل شجره اللي هي بهاي الشكل هيك. نعم، بهاي الشكل. هلا هذا العمود شمع، لازم كل الشكل يكون بيشبه بعض، صح؟ كل الشجره لازم تكون شمع. هي على اساس انه لما بنحط فيها عليها السلندر، اللي هو احنا بنسميه سلندر هيك، بنصب بقلبه جبصين. فبصفي انه كل السلندر هذا جبصين ومن تحت مفتوح. تمام، من هون مفتوح. وقديش بياخد وقت هذا وهو مصبوب على الجبس؟ هذا باخد بحدود الساعة.
باخذ بحدود ساعة بنفك عنه اللزاق هاد وبصفي انه هو قالب جبصين مع الحديد. هلا بعد ما ينشف الجبصين بنحطه بالفرن. طبعا هذا الجبصين المفروض يطلع من درجة حرارة 100 ل 650 بالتدريج. ليش؟ لأنه ممكن إذا أطلعناه مرة واحدة الجبصين بتشقق، في ما لو صبينا فيه الذهب، الذهب اللي يفوت بالشقوق فولا كأنه عملنا إشي. تمام. إذا فهي هاي يعني الخطوات لازم تكون كل خطوة ماشيين فيها 100% صح. أي خطوة ما بتكون 100% بدك تشوفي النتيجة تبعتها على بالنهاية إنه هي ما كانتش 100%. تمام. إذا هون يعني لازم يكون الانتباه للحرارة ولكل هاي الأمور. بعد ما عملنا الشمع صحيح نحطه بهذا القالب ونصب فيه الجبصين. الجبصين حتى يكون فيه فراغ لسكب الذهب. بالضبط. هلأ بنحط السلندر بالفرن حتى انه كل الشمع هاد ينزل عن طريق التسخين وبعدين التحماية تمام بضل فراغات الجبس. بالضبط. هلا لما يوصل لهاي درجة الحرارة اللي احنا بدنا اياها مندوب الذهب ومنديره من الفتحة اللي احنا حكينا عنها، فالذهب باخذ كل مكان الشمع اللي راح نزل. نعم هذا احنا بنحكي له الصب للاشكال. بالضبط. الذهب كيف بتسيحه؟ ايش الطريقه او ايش بيكون عندك يعني؟ الذهب في له فرن خصوصي. الذهب عاده بيسيح على درجه حراره 900 ل 1000. من 900 ل 1000 حسب عيار الذهب. مثلا 14 بدوب على درجه حراره خلينا نقول 900 بكون دايب، ال 21 لانه الذهب اللي فيه اعلى بدوب على درجه حراره 980 ل 1000. فكل عيار ذهب له درجة حرارة. تمام. العيارات بتقدر انك انت تعرفهم بمجرد النظر او اللي رح يكون في آلية معينة للفحص حتى تقدر تعرف انه هذا الذهب عيار 14 21؟ لا، بالنسبة للنظر مستحيل اي حدا يعرف عيار الذهب. بالنسبة للنظر عيار الذهب المفروض انه ينفحص عن طريق طريقة بدائية اللي هي مية النار حتى انك تعرفي مش بالضبط انه اقرب شيء لايش هو لل14 او ال21 او 22 او اي عيار. تمام. ايش بصير يعني؟ لا انا باخذ من عندي قطعه معروفه انا عارف انه هي مثلا عيار 21 بعمل لها علامه، باخذ القطعه اللي مثلا انت اعطيتني اياها بعطيها كمان علامه وبحط ميه نار خصوصي عليها. هلا اذا راحت اذا العلامة. اختفى الخط اذا اختفى الخط هي ما بتكون 21 يعني أقل. إذا الخط تبعي ضل اللي أنا علمته والخط اللي أنت أعطيتني إياه أو القطعة اللي أعطيتني إياها أفحصها راحت ما بتكون 21. إذا ضلوا الخطين مع بعض معناته القطعة اللي أنت أعطيتني إياها 21. تمام. الشغلة الثانية كمان كيف بتميزوا أنه هذه القطعة ذهب أو مش ذهب؟ هلأ هذه بالخبرة والممارسة. عادة بنعطي مثلا الصايغ شيء معين بيفحصه أول ما يشوفها بقول لك ممكن أول ما يحملها أو أول ما يشوفها بقول لك أنه هاي مش ذهب. هي مع الممارسه والخبره والشكل ما في اختبار معين انك تقدر تعرفها. في قطع بتنعرف على طول انها مش ذهب وفي قطع لازم تنفحص. تمام. لازم تنفحص. تمام. خلينا نكمل هلا الخطوات. ايش بعد الجبس بيصير؟ مرحله حكينا احنا مرحله سكب الذهب. هلا مرحله سكب الذهب مجرد مرحله سكب الذهب بتتم حسب اذا في سلندر فيه حجار محجر او ما في حجار. هلا اذا في حجار لانه بيكون حامي كثير لازم ينفتح بعد بثلاث ساعات حتى يكون بارد لانه الحجار بتتكسر. اذا ما في حجار بثلث ساعه نص ساعه بنحطه وهو سخن بنحطه في ميه بارده بصير بتعرفي كيف الجبصين بتفتفت وبنزل ومن هالحكي. بعديها بندخل في مرحله التبييض اللي هي مية النار والتلميع والجلايات و لحد ما توصل قطعة للسوق زي ما هي مطلوبة يعني. تمام. يعني هاي هي ببساطة فكرة هي ببساطة. صب بالزبط. الذهب وإحنا يعني عن جد شاكرين لك كل الشكر حتى إنه أنت فرجيتنا كيف وسمحت لنا إنه نكون موجودين معك لا اليوم. لا بالعكس أنا بحب إنه الكل يعرف هاي المهنة وشو هي مهنة عن جد يعني مميزة وكتير حلوة ممكن بالزبط. يعني في لها أيدي عاملة بس بحس إنه قليل الناس إنه بيفكروا إنه إحنا بنروح نتعلم كيف نصنع الذهب. هي شوفي هي من فترة 20 سنة فتحوا كلية لتعليم الصياغة. بعد أحداث الانتفاضة بعد دخول الانتفاضة سكرت وما بعرف إيش اللي صار وبطلت الناس تهتم بهاي الشغلة.
فيا ريت انه حدا يهتم بهاي المهنه كمهنه انه يعلموا فيها طلاب او ناس بتحب هذه المهنه انه تتعلم، يفتحون كليه مدرسه اي شيء، لانه نفتقر للايدي العامله هاي. تمام، هي بحاجه لشهادات معينه؟ لا، لانه هي مهنيه 100%. هي يعني رغبه. يعني في ناس بتحب هاي المهنه لانه هي حابه انه تشتغل هاي الشغله وحابه انه حاببها يعني. طب اذا بدي اسالك شيء شخصي، قد كان عمرك لما اشتغلت او بلشت تتعلم هذا المهنه، وهل انت تعلمتها من توارثتها مثلا؟ انا ما توارثتها، احنا تجار بالصياغه من الخمسينات، بس انا حبيت المهنه هاي كعمل مهني. تعلمتها في إيطاليا، طلعت درست في إيطاليا وجيت هون وفتحت المشغل وجينا احنا صورنا عندك. شكرا لك عن جد يعني على كل هاي المعلومات، ولو انها كانت جدا بسيطة، بس الشغل عن جد بحاجة اكثر لتركيز واتقان، لان انت عم تتعامل بمعدن ثمين وهو الذهب. شاكرين لكم، وكمان اي حدا ممكن يكون موجود بالسوق عم بتفرج على قطع ذهبية مميزة صناعة فلسطينية، فممكن وارد جدا انها كمان تكون من شغل السيد يوسف يعيش. شكرا كثير لك، يعطيك العافيه. وبهيك تعرفنا على طريقه صنع ولو جزء بسيط من الذهب وتشكيله من خلال صاحب المشغل السيد يوسف. تابعونا بحلقات جديده من برنامج بتعرف كيف، حتى نعرفكم على آلية عمل الاشياء.